انا هسافر انا وهشام نخلص كل حاجه وبعدين اطلع على بيروت لحضرتك. في مشاكل قد كده هند ونسيم مش عارفين يحلوها. لا لا لا، انت هتطلع معايا بيروت الاول وبعدين تطلع لندن. سليمان، انت هتشارك نرجس في القناه بتاعتها؟ ما اعرفش يعني، ما خدش قرار لسه. تاني يا سليمان نازلي، انا مش عايز كلام في الموضوع ده نهائي عشان مش عايز تنرفز. اوكي انتري. أنا جاي أعتذر لك قدامهم كلهم، أنا غبي وكذاب، سامحيني من فضلك. أنت كنت فاكر إن أنت لما تيجي تكذب قدام الناس دي كلها وتقول إن أنا حامل منك كنت هرجع لك؟ أنا بجد آسف، مش عارف، أنا آسف. أنا مش قابلة أسفك، أنا مش عايز أعرفك تاني يا سيمر، مش عايز أعرفك تاني. أسيبك عشان ما تتنرفزش. يا نادر باشا، اللي انت عملته ده كارثة. أنا قلت لك الناس اللي ورا سراج ورانا دول ناس تقال، أنت كده بتفتح علينا أبواب مش لطيفة. أنت لازم ترتاح يا مختار، شكلك كده عجزت والعظمة كبرت ونسيت الشقاوة. مش أنت مختار بتاع زمان؟ ولعلمك أنا لما رحت لسراج شوكت رحت وأنا عارف أنا بعمل إيه كويس. بقول لك إيه، رايح انت خالص ومالكش دعوه بالموضوع ده خالص، انا هتصرف. تصرف في ايه؟ احنا كده مش هنعرف نعمل حاجه. انا قلت لك الناس اللي وراهم دول ناس تقال، هيلعبونا زي ما هم عايزين. وانا عن نفسي جاهز وما عنديش حاجه خاف عليها، وطالما اللعب بدا يا ريت يعرفوا يلعبوني بجد. يا نادر بيه، يا نادر بيه اسمع كلامي، اهدى والنبي خلي الموضوع ينام، وانا هقول لك تعمل ايه في الوقت المناسب. الناس اللي وراهم دول لو بداوا يتحركوا احنا مش هنخلص. بقول لك ايه، انت تسيب كل حاجة في ايديك دلوقتي وتجمع لي اكبر معلومات تقدر تجيبها عن سراج وعيلته، عيلته كلها. عايز تعمل ايه بالظبط؟ ورحمة ابني يا مختار اللي حصر قلبه على اهله كلهم وما بقاش نادر عز ان ما موتته كل يوم الف مرة. افتكر كلامي، انت مش هتجيبها لبر. سيدي يا سيدي، مين بقى اللي عينيه رجعولك ايام اللي راحوا يا انجي هانم؟